مقلوبة الدجاج. عندي وراك دجاج بحمرها كده الاول، رز بلدي لازم احمرها كده الاول، رز بلدي، بتنجان رومي مقلي، بصل ارنبيط، بطاطس، فلفل اخضر، ملح وفلفل مرق، حبهان، قرفة ناعمة، قرنفل، عندي زيت، عندي طماطم، كزبرة خضراء. دي وصفة الكوكاكولا، دي هنقدمها مع الكوكاكولا. طيب كده بنفتح بقى الليجز كده اهي، ونصلي على النبي. طيب كده هنا بعمل صدمة للفراخ بتاعتي الاول عشان يبقى لها شخصية. ده البصل اهو، معلش يا جماعة حقكوا عليا، التوم اهو. هم المشكلة ان هم بفكروا ان بنسى، انسى ايه مش فاكر. حبيبي يا رسول الله، كده الفراخ بتاعتي اهي، ادي حبهان ورومبل اهو، وعندي الحلة اللي بحط فيها الرز بتاعي اهو عشان يسخن اهو. كده بسخن الرز بتاعي، حبة كزبرة خضراء، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد. طب اقلب الرز بتاعي يسخن اهو كده، هنلاقي الفرق جامد يا جماعه في ايه المقلوبه. اجيب عودين قرفه خشب اهو كده، يلا ان شاء الله ما حد حوش. شويه فلفل مجروش اهو، حبيبي يا رسول الله، الله 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 الله. طيب كده هنا ادينا شوية مغسول يا عم جمال، هات يا عم جمال، إلهي شوف عوضك استيور يا رب. الاثنين الله الله الله، ما صلي على النبي، الله الله ما صلي على النبي. بقول لي حبة البطاطس، بصوا بقى زي البقلاوة، الله 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 اهو. يا راجل انت ده، عندنا حبة ارنبيط لان في الاردن في فلسطين بيسموه الزهر، بيعملوها بالزهر، الزهر اللي هو الارنبيط كده. الله الله، عايزة تاخد غلوة بس كده، الله الله الله، ما صلي على حبيبي سيدنا محمد، اللهم صل على حبيبي سيدنا محمد اهو كده يا سيدي. الرز بتاعي سخن، وادي حبة الملح. هعمل ايه بقى يا عمي انت معايا؟ خليها تغلي شوية. حاضر يا باشا حاضر. لا بص انا بس نفسي ادوق دي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حاجه هو مش عارف هقول لكم ايه اللي انت شايفه يا باشا. طيب بص بقى يا سيدي، قوم بقى ايه، نيجي هنا
كده الرز يعني مش لازم يستوي سوا كامل، باخده ثلاث ارباع سوا كده، هنكمل بيه بعدين. وادي الفراخ بتاعتي بتستوي، طيب كده عايز بقى ازوق الارضيه بتاعتي. حلوه، انا عندي حبه زهر اللي قلت لحضراتكم عليه، كده صلي على الحبيب. حطينا حبه فلفل الوان، عندي الزهر اللي هو القرنبيط، هو مش موجود فريش دلوقتي في السوق بس بنعمل الفريزر كده. بلزق بغطي جنب الحله اهو زي ما حضراتكم كده شايفين. ده التشيكينيه بتاعتها اهي، بحطها برضو بنظام، حرف اكس، ونحط في الجناب اهو. ادي كمان شويه شوربه. الله يا بلادنا الله. بقى حبه برضو بطاطس كده في الجناب، بجمد الجناب عندي عشان خاطر لما اجي اقلبها تتقلب معايا. قوم بقى ايه، نخلي التحبيشه دي كده على جنب اهو، نعمل بها غطا. طيب نيجي بقى على الرز بتاعنا اللي هو ما استواش، خلي بالكم تلات ارباع سوا. ده بقيت الشوربه بتاعتي عشان تسوي لي الرز. احنا اتفقنا مع بعض ان الرز ما استواش، تلات ارباع سوا. اوه يا جماعه، وفين غطا الحل؟ اهو مش ده. كده يا جماعة انساها كده اهي، ربع ساعة تلت ساعة، المهم هتستوي هتستوي.